ناخذ 3 حبات ديال البطاطا كبار، نقيهم ونغسلهم بطبيعه الحال ونقطعهم شرائح ما امكن تكون رقيقه باش كطيب لينا بالزربه في الفران ما تاخذش لينا وقت، وحتى في الشكل ديالها تجي زوين. درت ليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال زيت الزيتون وخلطت حتى تلبسوا هذوك الشرائح ديال البطاطس بهذيك شويه ديال الملحه وزيت الزيتون. الصفيحه ديال الفرن فرشت فيها الورق ديال الفرن او ورق الطهي، شي حاجه اللي مهمه وضروريه. من بعد درت جبن مبشور، جبن موتزاريلا، وبديت كنفرش في هذيك الشرائح ديال البطاطس بهذا الشكل. كنرجع كنزيد من الفوق واحد الرشه ديال الجبن مبشور وغادي ندخلها للفران باش غادي يطيب، وندوز دابا باش نوجد الحشوه. في مقلاه غادي ندير القليل من زيت الزيتون، حبه كبيره ديال البصل الكبيره، الملح اللي غادي يبقى على حسب الذوق، كنخلي البصله حتى كتنزل وغادي نزيد عليها كميه ديال اللحم مفروم حتى هو يتشحر شويه مع ديك البصله. من بعد غادي نزيد فلفله الوان، قزبر ومعدنوس المقطع رقيق، ملعقه كبيره من مركز الطماطم والتوابل، فلفل اسود، كركم، زنجبيل وفلفل احمر، ونخلي الحشوه حتى كطيب تماما. كنرجع للبطاطس كنخرجها من الفران، كنلقاها صافي راه طابت، كنوزع فوق منها هذيك الحشوه اللي وجدنا وكميه ديال الجبن المبشور، اولا كتقدروا مع الحشوه كتزيدوا جبن مثلث او مربع، وكنلف البطاطس بهذا الشكل هذا. كتقدروا كتزيدوا فوق منها جبن مبشور وتدخلوها للفران بضع دقائق فقط وكتخرجوها، وكيجي الشكل ديالها بحال هكا. حيت هذوك الجوانب باش قادي الشكل ديالها وتقدموها كيف ما بغيتوا، كتجي لذيذه بزاف.